حاجة سعد المجرد وكاين الفنان حاتم عمر. انا هادو هما اللي تنشوفهم، وكاين اكيد الفنانه هدى سعد اللي كنوجه لها تحيه حتى هي، واللي كانت من يعني الفنانات اللي حتى هما ساهموا انهم يوصلوا للاغنيه المغربيه. هاد ثلاثه الفنانين انا كنحترمهم بزاف لانهم كان لهم دور كبير باش انهم يوصلوا للاغنيه المغربيه. تابعونا في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش ديروا ابوني في لاشين يوتيوب.